هذه القصيدة إهداء من الشاعر خالد بن عويض المشرافي إلى الشيخ شاكر بن نهار المشرافي وأبنائه آداء فواز النهار. والله إني ما تعذر ولا نب معذور، العذر في حبل شاكر من اللي يقبله. شيخي قوم ما يعرف التواني والقصور، جمل فعلا بيمناه محد جمل. محزم الاخوان شماء طويلنا الشبوك، كاسبنا النعم فتلازم انا واولا. مجلسه مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعونا. مجلسه مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعونا. الدلال الصفر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل الظهور، غير في لازم ربوعه لزوم تحصله. لا يصبر ما يسوي ولا يبغى الظهور، غير في لازم ربوعه لزوم تحصله. ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور، نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله. عقبي ما جانا من اهل الوفا داعي حضور، الوفا من طبعنا والكريم نكمله. والله اني ما شاكر من اللي يقبله. لو يحن الليالي على بعض الأمور، لا صلاة إلا النموذي منعني لا صلاة. لو يحن الليالي على بعض الأمور، لا صلاة إلا النموذي منعني لا صلاة. شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور، جملا فعلا بيمناه محد جملا. محزم الإخوان شما طويلنا الشبور، كاسبنا النعم فتلازم انا واولا. مجلسه مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعونا. مجلسه مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعونا. الدلال الصفر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكمله. لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور، غير في لازم ربوعه لزوم تحصله. لا يصبر ما يسوي ولا يبغى الظهور، غير في لازم ربوعه لزوم تحصله. والله اني ما تعذر ولا نب معذور، العذر في حبل شاكر من اللي يقبله. شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور، جمل فعلا بيمناه محد جملا. والكريم نكمله. والله اني ما تعذر ولا نب معذور،
شما طولنا الشبوب كاسبنا النعم فتلازم أنا وولا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا الذلال الصغر والعود الأزرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله عقب ما جانا من اهل الوفا داعي حضور الوفا من طبعنا والكريم نكمله والله اني ما تعذر ولا اني بمعذور العذر في حبل شاكر من اللي يقبله لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا اني مودي منعني لا صلاه لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا اني مودي منعني لا صلاه شيخ قوم ما يعرف الدواني والقصور جملا فعلا بيمناه محد جملا محزم الاخوان شما طويلنا الشبوب كاسبنا النعم فتلازم انا وولا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا الذلال الصفر والعود الأزرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصلة والله إني ما تعذر ولا أني بمعذور العذر في حبل شاكر من اللي يقبله شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور جمل فعلا بيمناه ما حد جمله شاكر من اللي يقبله لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا اني مودي منعني لا صلاه لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا اني مودي منعني لا صلاه شيخ قوم ما يعرف الدواني والقصور جملا فعلا بيمناه ما حد جملا محزم الاخوان شما طويلنا الشبوب كاسبنا النعم فتلازم انا وولا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا الذلال الصغر والعود الأزرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله
محزم الاخوان شما طولنا الشبو كاسبنا النعم فتلازم انا واولا مجلسه مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العمالة تدعونا مجلسه مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العمالة تدهلا الذلال الصفر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله والله اني ما تعذر ولا نب معذور العذر في حفل شاكر من اللي يقبله شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور جمل فعلا بيمناه محد جملا محزم الاخوان شما طولنا الشبو كاسبنا النعم فتلازم انا واولا مجلسه مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العماله تدعونا مجلسه مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العماله تدعونا الذلال الصفر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله عقب ما جانا من اهل الوفا داعي حضور الوفا من طبعنا والكريم نكمله والله اني ما حبل شاكر من اللي يقبله لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا اني موتي منعني لا صلاه لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا اني موتي منعني لا صلاه شيخ قوم ما يعرف الدواني والقصور جمله فعلا بيمناه محد جمله محزم الاخوان شما طولنا الشبو كاسبنا النعم فتلازم انا واولا مجلسه مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العماله تدعونا مجلسه مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العماله تدعونا الذلال الصفر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكمله لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله والله اني ما تعذر ولا نب معذور العذر في حفل شاكر من اللي يقبله شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور
جمله فعلا بيمناه محد جمله. محزم الاخوان شما طويلنا الشبور كاسبنا النعم فتلا زمانا وولا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا الدلال الصغر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله عقب ما جانا من اهل الوفا داعي حضور الوفا من طبعنا والكريم نكمله والله اني ما شاكر من اللي يقبله لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا النموذي منعني لا صلاه لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا النموذي منعني لا صلاه شيخ قوم ما يعرف الدواني والقصور جمله فعل لا صلاه الا النموذي منعني لا صلاه شيخ قوم ما يعرف محزم الاخوان شما طويلنا الشبور كاسبنا النعم فتلا زمانا وولا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا كان تكلمت على اخوياي اللي هم اطلق مني وعرف مني واكبر مني بخدمهم بالكلام وهم يخدموني بالفعل الثالثه دعيتونا يا عوان شاكر جيناكم الصف اللي تشوفونه مشاركين ومباركين ومهنين معنا رمز عطاء معنا رمز محبه معنا معونه والعين الله سبحانه لكم يا عوان شاكر ان كان واجد تستاهلونها وان كانها شوي بيسمونها الغلا والمحبة اللي بيننا وبينكم أعطانا لكم يا عوان شاكر رؤوسنا ما هي بفلوسنا وزايدها أعفاكم وشر خطاكم أقبلنا عليكم 14,000 بالرجال اللي تشوفونهم حاضرهم اللي حضر وغايبهم وصلكم عذرة وعفاكم راح بيبقى يلا حيو يلا حيو يلا حيو حياك حياك والله مرحبا
والله إني ما تعذر ولا نب معذور، العذر في حفل شاكر من اللي يقبله، شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور، جمل فعلا بيمناه محد جملا. محزم الاخوان شما طويلنا الشبور، كاسبنا النعم فتلا زمانا وولا، مجلسة مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا، مجلسة مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا، الدلال الصفر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل الظهور، غير في لازم ربوعه لزوم تحصله، لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور، غير في لازم ربوعه لزوم تحصله. ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور، نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله، عقب ما جانا من اهل الوفا داعي حضور، الوفا من طبعنا والكريم نكمله، والله اني ما حبل شاكر من اللي يقبله، لو يحن الليالي على بعض الامور، لا صلاة الا الدموتي منعني لا صلاة، لو يحن الليالي على بعض الامور، لا صلاة الا الدموتي منعني لا صلاة، شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور، جمل فعلا بيمناه محد جملا، محزم الاخوان شما طويلنا الشبور، كاسبنا النعم فتلا زمانا وولا، مجلسة مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا، مجلسة مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا، الدلال الصفر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا، لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور، غير في لازم ربوعه لزوم تحصله، لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور، غير في لازم ربوعه لزوم تحصله. والله اني ما تعذر ولا نب معذور، العذر في حفل شاكر من اللي يقبله، شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور، جمل فعلا بيمناه محد جملا. والكريم نكمله، والله إني ما تعذر ولا نب معذور،
مطبوعه لزوم تحصله لا يصبر ما يسوي ولا يبغى فوق غير في لازم ربوعه لزوم تحصله ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله عقب ما جانا من اهل الوفا داعي حضور الوفا من طبعنا والكريم نكمله والله اني ما تعذر ولا نب معذور العذر في حبل شاكر من اللي يقبله لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا النمودي ما نعني لا صلاه لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا النمودي ما نعني لا صلاه شيخ قوم ما يعرف الدواني والقصور جملا فعلا بيمناه محت جملا محزم الاخوان شما طويلنا الشبور كاسبنا النعم فتلا زمانا وولا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العمالة تدعونا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العمالة تدهلا الذلال الصفر والعود الأزرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله والله إني ما تعذر ولا نب معذور العذر في حبل شاكر من اللي يقبله شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور جمل فعلا بيمناه ما حد جمله شاكر من اللي يقبله لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا النمودي ما نعني لا صلاه لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا النمودي ما نعني لا صلاه شيخ قوم ما يعرف الدواني والقصور جملا فعلا بيمناه ما حد جملا محزم الاخوان شما طويلنا الشبور كاسبنا النعم فتلا زمانا وولا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العمالة تدعونا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العمالة تدعونا الذلال الصفر والعود الأزرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله لا يصبر ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصله ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله عقب ما جانا من اهل الوفا داعي حضور الوفا من طبعنا والكريم نكمله والله حبل شاكر من اللي يقبله لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا النمودي ما نعني لا صلاه لو يحن الليالي على بعض الامور لا صلاه الا النمودي ما نعني لا صلاه شيخ قوم ما يعرف الدواني والقصور جملا فعلا بيمناه ما حد جمله محزم الاخوان شما طويلنا الشبور كاسبنا النعم فتلا زمانا وولا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العمالة
يسا مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعي حتى العمالة تذهل الذلال الصفر والعود الأزرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غير في لازم ربوعه لزوم تحصلة والله إني ما تعذر ولاني بمعذور العذر في حفل شاكر من اللي يقبله شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور جمل فعلا بيمناه محد جمل. الرحيم الحمد لله رب العالمين جعل السعادة والضياء والرضا والهناء والمودة والسناء والمجد والثناء والرفعة والإباء في اتباع رسالة السماء والسير على نهج الأنبياء والصلاة والسلام على الرحمة المهدات محمد بن عبد الله القائل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج والقائل تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم. وفي هذه اللحظة أبارك لإخواني وعيال عمي وأقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير. أهلاً وسهلاً بكم يا من أتيتم لتشاركونا فرحتنا وما أخلص المشاعر مشاعرنا وهي تدعو لهم بالتوفيق وترجو لهم حياة سعيدة. باسمي وباسم ذوي نهار نزف إليكم أسمى الآيات باسم آيات الترحيب فمرحبا تردف مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا. أهلا بكل من أتى من بعيد وتكبد عناء السفر ليحضر هذه المناسبة الغالية. أهلا بكم إخوانا وأصحابا في هذه الليلة السعيدة. خير ما نبدأ به أيها الجمع الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعكم الشاب سعد عبد الهادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاك الله خير أخوي سعد أسأل الله يوفقك إن شاء الله. للشعر والشعراء وقفة بهذه المناسبة والآن قصيدة بهذه المناسبة مع الشاعر نماي زويد المشراف. سلطان زويد المشراف. السلام عليكم مساكم الله بالخير جميع. نشكر شاكر واخوانه على حسن الاستقبال وكرم الضيافه ونبارك للعروسين بالتوفيق والنجاح. قصيدة ما عندنا احنا تبون قصايد موجودة لكن تبون غزل نعطيكم ولا تبون من القصيدة الثانية؟ خلنا نعطيهم غزل اليوم خلنا نعيش شوي. يقول يا راكب اللي لونها ابيض على موف كيف حالك طيب يا راكب اللي لونها ابيض على موف القير وردي والدرك سوم بمبي لك زوزو مهديته بشاير على نوف توه وقف جنب الاشاره بجنبي لك زوزو مهديته بشاير على نوف توه وقف جنب الاشاره بجنبي عند الاشاره بجنبي ايش مقرفون حديتها بالجمس ما ودي الطوف خزت وكزت عينها وانظرت بي قالت علامك قلت أنا رجل ملقوف مهما عذلت القلب ما ينعذب ما فيه طبي مرت تناظرني وأنا صرت ما أشوف حتى مع الطريق ضيعت دربي سرابي الهو جاسع والعب على أوف
ونرى الهواء في وسط قلبي تشبي الحب يلعبي على راس شفشوف وشب الحبي براكب فوق شبي أبو عيون سود والوسط ملهوف وحسن الجمال اللي مسويه ربي اسهومها في القلب برماح وسيوف وصوابها بين الضلوع متخبي. هذه قصيدة يمكن نعطيكم قصيدة الثانية يقول يا طارق انضاق صدري ودي ارمي الهدوم ولينشرح خاطري دنياي ازينها ولينكدر خاطري زادت علي الهموم اعد الايام والساعات وسنينها وسج رجلي مع الخليانة مالي لزوم وامشي برجلي مع البيدا على هون همشي وحدي لحالي تحت ظل الغيوم وانظر بعيني نحير الدمع في جفونها الناس نامت وانا عيت عيوني تنوم ناس تغمض وناس تسهر عيونها اسهر الليل وعد القمر والنجوم وانظر بعين تحرى شوف مظنونها تمر الايام عندي مثل طيف الحلوم واذكر رجال يحول الياس من ديونها. سلامتكم. صح لسانك ابا خالد ولا نغى وقفه مشاعر مميز وهو الشاب تركي خلف المشرافي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع، والله يبارك للإنسان ان شاء الله يجمع بينهم على خير ويسعدهم. وانا والله ما حضرت قصيده للحفل يا الربع لكن بيتين واعذرونا على القصور. مبروك يا شاكر ومبروك يا محمد باسمي واسم من حضر من قاصي وداني، ومبروك يا احمد تراها الكل متعمد يحضر عساها فرح ما يطول الازماني. وهذه قصيده اهديتها لاخوي الاستاذ عوض مطر المشرافي بن حشيم وهو يستاهل. يقول يا قصيدي حان دورك في سطور دام ابو فيصل على بالي سريت لو كان مالك نفس من عده شهور اكتب الابيات بيتنا عقب بيت شيد الابيات تشييد القصور يسكن الابيات شيخ لها قريت عوض بن مطر ولا جاه القصور يستحق المدح لا منك بغيت احتزم ما دام في فكري شعور وهات ما عندك ما دام اني نويت شاعرك ما يصبح صغار البحور سابح بحر الصعيبة كمبليت يا عوض وإن كان في العالم صقور أنت صقر المرجلة بعت وشريت فعلك مشرف مع الناس مخبور الكرم والطيب والفزعة جنيت وانته بعيد الهقاوي والشبور من يلومك في المراجل لا شقيت وادي أهل الطيب ما يشكي دهور دامك أنت اللي من أفعالك سقيت أزهر الوادي تلون من زهور أهل الوفا والطيب يا ورد يا زهر ارتويت من بني مشراف لا شانت علينا الأمور حلها يسهل علينا لا ابتليت صغيرنا وقف ولا هاب النمور وكبيرنا مثل الأسد لا من طريت حكيمنا يبني من كبار الجسور جسرني لما الشمل من همك سليت وانت يا أبو فيصل تزيد النور نور في قمة الأمداح لا جيت اعتليت أحب راسك يا مطر قدم الحضور أنت مربيهم على الطيب وجنيت. وسلامك أنت سالم وغانم أخوي تركي وصح لسانك ولنا وقفة ثانية مع شاعر مبدع هو الأخ سعود زويد المشرافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هذا واضح. اولا نهني ابن عمنا عبد الله بن سالم على سلامته ونجاح عمليته والله يوفقه، ونطلب منكم الدعاء له بالشفاء العاجل. يقول انا اشهد ان ابو خيال اخوي الحقيقي يلا عسى تبطي مغاب نجومه هذا ولد عمي واخوي وصديقي يلا عسى يومي يجي قبل يومه. بالنسبة للقصيدة والله قديمة لكن يقول يا مرحبا باسمي وباسم المشاريف
ترحيب تلو الطيب في مبتداها ترحيب تم فيها أسمان السواليف انزفها للي يشرف لقاها الضيف دونه ما نحسب التكاليف انكلف المليون ولا وراها طبع الكرم فينا يجر الغطريف ربعي على الجزلة تسابق اخطاها حنا ثلاثة كاملين التوصيف مشراف يجمعنا على منتهاها اسحال اعدوا رجال المواقيف عدوه فولها وله وراها وسناح لعدوا رجال المعاريف عدوه لين يوصلون سماها لا دلوي في مروينا مراهيف لا كبرت القاله يجي ويحماها ومشراف في ماضي الليال المحاديف لا قام للعدوان يلعن ثواها واليوم في نعمه ولا من تخاليف في دول تنعنا يدري دراها ويا الله يا من شلم زود المراديف تحفظ ملوك المملكة وتحماها السلام عليكم صح لسانك أبو أديب ويعطيك العافية كما نتحمد للأخ أبو خيال الحمد لله على سلامة من جهة العملية أسأل الله يشافيه ويشافي كل مسلم إن شاء الله وحضر لنا شاعر من زملاء عرسان هذه الليلة وهو الشاب عايض الغامدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول أصحابك اللي حاضرين من أجلك لجل لزوم أبشر بهم وتحزم أبشر بعزك كل شيء نملك لجل عيونك جمعنا ما يعزم أنا أقول الله يبارك لهم يوفقهم في ذا الليل أنا لو بكتب في مطير بيبغالي مطوية ما عاد في مدحكم مدري بصر السحاب وأنا ما خلصت والله أنكم تستاهلون كل علم غانم في ذمتي ذمة أقول ما عاد فيها كيف ولا بعد كيف الوقت ضيق والنوادر تحير وانا على ما قيل شاعر مواقيف اقف مع الوافين لا ما تغير من بادية غامد وروس المشاريف ما عليكم زود من بادية غامد وروس المشاريف يشوش راسي والحماسي مطير لا تشرهون ان زدت فيكم تواصيف المدح فيكم فهرسه ما يجير عجزه وقبل كتاب في وصفكم كيف المدح فيكم فهرسه ما يسير عجزه وقبل كتاب في وصلكم كيف لا تقول بدلها ولا تقول غير هذه مطير المجد زبد المناكيف هذه مطير المجد زبن المناكيف اللي نكف يوم الليالي مطير في مجدكم شي يقولون ما شيف ولا قالها غير الضعيفة الصغير وترى الضعيف ضعيف اي والله ضعيف لأنه ما يذكر في سلوم المجير لأنه ما يذكر بيننا ولا يجير أهل الثلاث المعجزات العواصيف وغير الثلاث رجال تحمل قصير من الجنوب إلى الشمال وورا طريف معروف ذكر مطير عالي ونير تستاهلون أهل الثلاث المعجزات العواصيف وغير الثلاث رجال تحمل قصير من الجنوب إلى الشمال وورا طريف معروف ذكر مطير عالي ونير يا سادة السادات ما به تكاليف في مدحكم باقف ولاني مخير لأن الكفوف مدحته مثل لأن الكفو مدحه مثل شربة الكيف والعود الأزرق في المجالس مشير واختامها أخذوا كلام اللي ينضيف نظافة البشت الحساوي مقير لأجل الرجال أهل الوفا والمواقيف في مدحة المطران ماني مخير وعلي الطلاق إنكم تستاهلون أكثر صح لسانك وما قصرتوا وما عليكم زود جميع إن شاء الله ولا أنا واقفة مع شاعر أخوي محمد إحراب المشراف يا مطير انا الشايب حلف علي وطلق قال البشت لك والشيخ ما يلبس بشت شيخ وعلي بالحرام انه ما يتبعني ولو يدري شايبي عني ان يزعل علي وانتم تخبرون الشيبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك
لعرسان هذه الليلة أحمد ومحمد، وأتمنى لهم الخير والأبناء الصالحين. والله أنا ما جهز شيء، ولكن ثلاثة أبيات للوقوف هنا فقط. يقول للصمت حد وللتجاوز بعد حد، واللي يبي حقه من الصمت واهم. الصمت ما يعني عدم قدرة الصد، يعني التعالي عن سخافات حال. من كان تبغى الجد هذا هو الجد، خلك طرف مهيوب وتعيش سالم، واحفظ حقوق الناس واجعل لهم حد، وعند الخطوط الحمر حذرة الجامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسانك أبو معاذ. وفي الختام لكم منا كل الشكر والعرفان في حضوركم المشرف في هذا الحفل. والله إني ما تعذر ولا نب معذور، العذر في حفل شاكر من اللي يقبله. شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور، جمل فعلا بيمناه محد جملا. محزم الإخوان شماء طويلين الشبور، كاسبنا النعم فتلازم أنا وولا. المجلسة مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا. المجلسة مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا. الدلال الصفر والعود الأزرق والبخور كلها تنصاك قبل سوي، ولا يبغى الظهور غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. لا يصبر ما يسوي ولا يبغى الظهور غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور، نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله. عقبي ما جانا من اهل الوفا داعي حضور، الوفا من طبعنا والكريم شاكر من اللي يقبله. لو يحن الليالي على بعض الأمور، لا صلاة إلا اللي مودي منعني لا صلاة. لو يحن الليالي على بعض الأمور، لا صلاة إلا اللي مودي منعني لا صلاة. شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور، جملا فعلا بيمناه محد جملا. محزم الإخوان شماء طويلين الشبور، كاسبنا النعم فتلازم أنا وولا. مجلسة مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا. مجلسة مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا. الدلال الصفر والعود الأزرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا. لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. لا يصبر ما يسوي ولا يبغى الظهور غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. والله إني ما تعذر ولا نب معذور، العذر في حفل شاكر من اللي يقبله.
شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور، جمل فعلا بيمناه محد جملا. محزم الاخوان شماء طويلين الشبور، كاسبنا النعم فتلازم انا واولا. المساء مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا. المجلس مفتوح بابا على مر العصور، من كرم رعيه حتى العمالة تدعلا. الدلال الصفر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل الظهور، غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور، غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور، نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله. عقبي ما جانا من اهل الوفا داعي حضور، الوفا من طبعنا والكريم نكمله. والله اني شاكر من اللي يقبله. لو يحن الليالي على بعض الامور، لا صلاة الا اللي مودي منعني لا صلاة. لو يحن الليالي على بعض الامور، لا صلاة الا اللي مودي منعني لا صلاة. شيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نعتذر عن سعادتكم. يوجد مشاركه عند احد من زملاء العرسان هذه الليله، أخوي الشاب نايف شارع القحطاني. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هنا بيات انتو ما زينا تعذرون على القصور. مرحبا في حفل قرمن عسى عمره مديد، مرحبا عد المزون وعد همالها، مرحبا باللي حضر، مرحبا باللي حضر من قريب وبعيد، والتراحيب الجزيلة بدا موالها عند أبو شاكر في ذا الليل كأنه ليل عيد. ليلة مبروك زن طيب الله فالها، من سلايل لا بتمطير، من سلايل لا بتمطير لحتر الحديد، من سلايل لا بتمطير لحتر الحديد. يستاهلون يستاهلون، ليلة مبروك زن طيب الله فالها، من سلايل لا بتمطير لحتر الحديد. روس قوم في الملاقة تبين افعالها، لابت المطران مكسب وتاريخ ورصيد، لابت المطران مكسب وتاريخ ورصيد، والعلوم الطيبة كلها مدهالها. هذا وسلامتكم. الثانية صاحب دنكم، الثانية فايز بن علي البقمي ولد عمه واخوه، جايينكم بقعود انه واجد تستاهلونه، وانه شوي بسمنا هالغلا والمحبة اللي بيننا وبينكم زايد عفاكم. وافين وما قصرت وبيض الله وجيكم. يوجد بعد العشاء ان شاء الله باذن الله أبريت كلمات الشاعر خالد عويض المطيري. والله إني ما تعذر ولا نب معذور، العذر في حبل شاكر من اللي يقبله. شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور،
جمالا فعلا بيمنا هي محد جمالا. محزم الاخوان شما طويلنا الشبور كاسبنا النعم فتلازمنا وولا مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعونا. مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعونا. الدلال الصفر والعود الازرق والبخور كلها تنصاك قبل سوي ولا يبغى الظهور غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. لا يصبر ما يسوي ولا يبغى الظهور غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. ابتدينا والله اعلم بما تخفي الصدور نجهل اللي يعني ما عالم ما نجهله. عقب ما جانا من اهل الوفا داعي حضور الوفا من طبعنا والكريم شاكر من اللي يقبله. لو يحدنا الليالي على بعض الأمور لا صلاة إلا النموذي منعني لا صلاة. لو يحدنا الليالي على بعض الأمور لا صلاة إلا النموذي منعني لا صلاة. الشيخ قوم ما يعرف التواني والقصور جملا فعلا بيمنا هي محد جملا. محزم الأخوان شما طويلنا الشبور كاسبنا النعم فتلازمنا وولا. مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعونا. مجلسة مفتوح بابا على مر العصور من كرم رعيه حتى العمالة تدعونا. الدلال الصفر والعود الأزرق والبخور كلها تنصاك قبل السلام تكملا. لا يصور ما يسوي ولا يبغى الظهور غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. لا يصبر ما يسوي ولا يبغى الظهور غيري في لازم ربوعه لزوم تحصله. والله اني ما تعذر ولا اني بمعذور العذر في حبل شاكر من اللي يقبله. شيخ قوم ما يعرف التواني والقصور جملا فعلا بيمنا هي محد جملا. شاكر من اللي يقبله. لو يحدنا الليالي على بعض الأمور لا صلاة إلا النموذي منعني لا صلاة. لو يحدنا الليالي على بعض الأمور لا صلاة إلا النموذي منعني لا صلاة. الشيخ قوم ما يعرف التواني والقصور جملا فعلا بيمنا هي محد جملا. جملا فعلا بيمنا.
نشكركم جميعاً.